يوم تلو الآخر والاحتلال يواصل ممارسة حرب الإبادة على قطاع غزة ويضرب بالقانون الدولي الإنساني عرض الحائط. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأونروا أصدرت تقريرا جديدا حول الوضع في القطاع، وأشارت فيه إلى أن نصف سكان غزة باتوا نازحين والعديد منهم ينامون في الشوارع القريبة من مرافقها بسبب القصف المستمر، لافتة إلى أن توفير الإغاثة الإنسانية لا يزال يمثل تحديا كبيرا بسبب نقص الإمدادات الأساسية والقصف المستمر. وقالت إنه منذ العدوان الإسرائيلي استشهد ما مجموعه 23 نازحا كانوا يحتمون في منشآت الأونروا، وأصيب 340 شخصا بجروح، مشيرة إلى أن 47 منشأة تابعة للأونروا قد تضررت. وأوضحت الوكالة الأممية أن 73% من الشهداء إثر العدوان الإسرائيلي كانوا نساء وأطفالا وكبارا في السن، مضيفة أن 2000 شخص أبلغ عنهم بأنهم في عداد المفقودين، يفترض بأنهم تحت الأنقاض، بينهم 1100 طفل. أما عن نظام الرعاية الصحية قالت إنه تأثر بشدة جراء الأعمال العدائية، فقد استشهد 135 عاملا صحيا وضرب 85 مرفقا للرعاية الصحية، موضحة أن هناك 16 مستشفى إلى جانب 51 مركزا للرعاية الصحية الأولية خارج عن الخدمة. وأضافت أنه لا تزال ظروف الاكتظاظ تخلق مخاطر شديدة على صحة وحماية النازحين داخليا، في حين تلحق أضرارا فادحة بصحتهم العقلية. كما أعلنت الأونروا مقتل 72 من موظفيها وإصابة ما لا يقل عن 23 آخرين، بمن فيهم موظف كان أصيب بجروح خطيرة خلال تنقله بحافلة تابعة للأمم المتحدة تضررت جراء غارة قريبة. من جهتها أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة والمسمى فاو التقديرات تشير إلى أن أكثر من نصف سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.